السلام عليكم. فيه مملكة عايش فيها الملك حياته وأموره طيبة، لعن جاه مرض خطير في خشمه. الدكاترة متعينه ما تقولاش حل نهائي، وقالوا ضروري إن خشم الملك ضروري ينقص، ما فيش حل تاني، لأن لو ما داروش هكي المرض حيتبع بعضه وينشر في جسمه بالكامل وحيموت. فاندرت للعملية وقصوا له خشمه مبرى بها ومشت. وفاتت الأيام، الملك صح ورجع للعمل متاعه ودار اجتماع مع الوزراء. اول ما شبحوه الوزراء ما قدروش يشد رواحهم وينشركوا عليه في الضحك. الملك هنا طارت لبك وضب حطور عليه قائد الجنود وعطيه امر انه يقص خشوم الوزراء كلهم، وتم التنفيذ. بعد فترة رجعوا الوزراء لخدمتهم، فبدوا الحراس وجنود متعين القصر يهزوا على الوزراء ويضحكوا عليهم. الملك ما عجباش الجو هذا، فامر ان جميع الحراس والجنود ينقصوا خشومهم. بعد شن صار قعد الشعب شاته في جرة الجنود، ضحك وتنكيت وطيقيح. بعدها الملك هنا دار قانون طول ان ضروري كل مواطن في المملكة متاعه ينقص خشمه. لا ومش هكي، اي مولود جديد لابد يقصوا له خشمه قبل حتى ما يقصوا له الحبل السري متاعه. بعد سنين واجيال مشت وجت، الناس نسيت القصة هذه كلها. دي شكل الوجه اللي هم فيه توا عادي جدا، يعني وجه بلا خشم شي طبيعي. المهم يوم الايام فيه رحالة ومودر طريقة رايح في الصحراء، لقي المملكة هدي وخش لها، فصارت له صدمة ودماغ استك لما شاف الناس بلا خشوم من كبيرهم لصغيرهم. السكان حتى هم لما شافوا الراجل هدا استغربوا وقعدوا يتأملوا في الحاجة اللي طالعة من وجهه هكي. لا ومعاها بدوا يهزوا عليه ويضحكوا عليه، وقالوا ضروري يلتزم المملكة متاعتهم لان شكله يزهق ويخوف الصغار. وفعلا شدوه ولوحوه بعيد. سبحان الله، في المملكة هذه كاين قبل موضوع قص الخشوم يزهق ويضحك، وبعدين بدت حاجة كويسة وعادية، والخشم هو اللي حاجة قبيحة. خلاصة القصة هذه ان حتى احنا في وقتنا توا في حاجات نشبحوا فيها حاليا غلط وهي في الاساس صح. من حاجات هذه الاختلاف. الاختلاف توا نشوفه فيه ان حاجة غلط وعيب، معاش نشوفه فيه طبيعي وانه هو آية من آيات الله في الكون. الاختلاف والتنوع هذا هو سبب من الاسباب اللي تخلي الانسان يؤمن بالله عز وجل، يؤمن بقدرته وعظمته. حتى اغلب الانبياء كانت بداية ايمانهم هي التفكر والتأمل في خلق الله والاختلاف اللي صاير فيه. الاختلاف موجود اكثر شيء في الانسان، في شكله، في لونه، في لغته، في صوته، في تفكيره، في كل شيء. فمثلا لو تخيلنا ان الناس كلها نفس الملامح، نفس اللون واللغة والدين ونفس التفكير والذوق، ما فيش اختلاف نهائي، كلنا نفس الشيء، متشابهين في كل شيء. وما دام ما فيش حاجة اسمها اختلاف، بطبيعة الحال ما فيش حاجة اسمها اتفاق، ولا في حاجة اسمها تميز وتمييز، يعني ما فيش حد احسن من حد، لان كنا نفس المستوى. حتى في التفكير كنا نفس بعضنا، ما فيش واحد يفكر احسن او اقل من التاني، يعني ما فيش تنافس، ما فيش تحدي، وما فيش حتى حاجة اسمها ابداع، لان كنا نفس نمط ومستوى التفكير. وهكي الحياة حنحسوها مملة، ديما نفس الروتين. فمن هنا حنعرف ان الاختلاف نعمة ماهوش نقمة. كثرة الاراء والافكار والمعتقدات واختلافاتنا اللي صايرة توا مش في السياسة بسرة، حتى في الدين، في الاقتصاد، في الرياضة، في كل شيء، كلها حاجات طبيعية وعادية جدا، لان ربك كل واحد عطاه عقل ونمط تفكير خاص به، يختلف النمط هذا من شخص لاخر، عنده قدرة استيعاب واستنتاج معينة، عنده طريقة تفكير وتحليل خاصة به تحدد اسلوبه في التعايش في الحياة. مرات نمط التفكير هذا كاسبة من البيئة اللي عايش فيها من لما هو كان صغير، من عائلته، من اقاربه، من اصحابه، من المجتمع اللي عايش فيه. فمع العمر نمط التفكير هذا كوننا قناعات ومعتقدات خاصة به هو، سواء كان ديني او سياسي او علمي او حتى رياضي. وفيه اللي بعد وقت يتغير تفكيره، يبدأ يحلل في المعطيات الموجودة قدامه، يحلل في المواقف والاحداث اللي تمر عليه، وفي النهاية يستنتج ويكون معتقدات واراء جديدة خاصة به، مرات مختلفة على اراء الناس التانية. للأسف زي ما قلت لكم ان الاختلاف بدي عندنا عيب، ولا ومش هيك وبس، بدينا نشوفه في اللي مختلف علينا في الرأي والاعتقاد انه هو عليه باطل واحنا عليه حق، انه هو خاين لبلاده واحنا بس اللي ولائنا له، انه هو كافر وارهابي وصوفي وزنديق واحنا على الصراط المستقيم، هو مرتشي وفاسد ونهب المال العام واحنا لا اصحاب ضماير، هو قبلي وجهوي واحنا وطنيين.
حتى في الرياضة بدينا نسب ونشتم ونطعن في شرف أي واحد يلعب مع الفريق الثاني أو يشجع في الفريق الثاني غير الفريق اللي يشجعه فيه، وكله بدي عادي في الملاعب وبصوت عالي، ما عاش فيه خلاص لا حشم لا من كبير ولا من صغير. شوفوا يا عائلة، مش يكون حالنا أفضل، لابد نتفقوا إن لابد نختلفوا، ونقتنع اقتناع تام إن الاختلاف هو سنة من سنن الله في الحياة، باش نقدروا نتعايشوا مع بعضنا ونستفيدوا من اختلافاتنا. اختلافاتنا بتخلي عندنا تنوع، والتنوع هذا حيخلق هلبة مجالات مختلفة، فتلقى الطبيب والميكانيكي والاستاذ والاداري، هذا ما كلهم تلقاهم يخدموا في منظومة واحدة، كل واحد مستحق للتاني، وكل واحد يسهل من حياة التاني، يعني ما يستغنوش على بعض. طبعا هذا الاختلاف في نفس المجال، فيه ناس في نفس المجال تلقاهم مختلفين سواء مهني او فكري، وكل واحد فيهم عنده مستوى معين من التفكير والامكانيات، هنا حيكون في اختلاف في المستوى، واحد احسن من الثاني. مثلا نقول الدكتور الفلاني خير من الدكتور الثاني، خير منه في التشخيص والعلاج وخير منه حتى في المعدات والامكانيات. الدكتور الثاني حتى هو كويس لكن مش الاحسن، الاختلاف هنا صار في المستوى، وشيء هذا حيخلق تنافس وتحدي. الدكتور الثاني حيطور من نفسه ويحاول انه يكون افضل من الاول، والدكتور الاول حيزيد ويطور من نفسه اكثر باش يحافظ على الافضليه متاعه. طبعا في حاجات ما نقدروش نختلفوا فيهن وما نرضوش ان نتناقشوا فيها، زي موضوع الاختلاف في وحدانيه الله عز وجل. الحاجات هذه احنا كمسلمين المفروض ما نقبلوش التناقش فيها الا في حاله واحده، واللي هي الدعوه للاسلام. ما نقولوش احنا مثلا كمسلمين المفروض نحترم وجهه نظر الاديان الاخرى في موضوع وحدانيه الله، وان مرات وجهه نظرهم تكون صح. لا، الكلام هذا غلط. الحاجه هذه عندنا ما فيهاش نقاش نهائي الا لو كانت النية زي ما قلت لكم بكري، هي الدعوه للاسلام. المهم زي ما قلت لكم بكري، لابد ان نتفقوا ان ضروري ان نختلفوا، مش نقدروا نتعايشوا مع بعضنا. ثقافه الاختلاف دي مفروض نكتسبوها من لما احنا صغيرين، من لما احنا في المدرسه نتربوا فيها على ثقافه الحوار والنقد وعلى تقبل الراي الاخر، ونتعلموا كيف نتعايشوا ونتنافسوا مع بعضنا، وكيف نركزوا على نقاط الاتفاق اكثر من نقاط الاختلاف. وان شاء الله تكون وصلت الرسالة. نتلاقوا معكم ان شاء الله في الحلقة الجاية. تقبلوا تحياتي حسام بوغين، والسلام عليكم.